هو صوت هالزمن وضميره الفنان جورج هبار. ذا كلمة لك. مساء الخير. أنا بوقف هي زيتها بس. أنا كثير فخور بوجودكم اليوم حقيقة حوالينا، لأنه أنتم بتعطونا دعم، بتعطونا موتيفيشن حتى نقلع بهيدا المشروع. هذا المشروع بلشت أكتبه سنة 2020 بزمن كورونا، وبتعرفوا كنا عم نمرق بظروف كورونا وأزمة اقتصادية وبعدين انفجار بيروت، وكنا قاعدين مزروبين بالبيت من عدة نواحي. فكتبت هالعمل وما في براسي لا جورج قباز ولا عادل كرم. كتبت شخصيتين ما بيشبهوا بعضهم بشيء، بيلتقوا بزمان ومكان معينين، بتنفرض عليهم صداقة، ما في شيء بيجمعهم لا عقائديا ولا طائفيا ولا أفكار ولا شيء ولا بيئيا حتى، ولكن بيكتشفوا إنه هن عندهم قواسم مشتركة عديدة ووجهين لعملة واحدة. لما التقيت بطارق سنة 22 بعد سنتين وقلت له عندي هالفكرة براسي، قال لي ليه ما بتعملها انت وعادل؟ كيفت اعملها انا وعادل، لانه عادل صديقي، وبمعزل عن صداقتنا انا بشوفه ممثل كثير كبير، عمل اعمال كثير مهمة بالسينما وبالتلفزيون، ولكن بالمسرح كنت طول على طول عادل بعد ما اخذ حقه، لانه اشتغل نوع محدد مع احترامي لهالنوع يلي هو شانسونيير او ستاند اب. بس عادل عنده أبعاد بشخصيته الفنية أكثر بكثير من اللي اشتغلوا بالمسرح، وهذا النوع بيضلوا. فرجعت أعدت كتابة المسرحية لنلبسها لعادل كرم وجورج خباز ليكون في مصداقية بالشخصيات، وبلشت أكتب على الأساس النسخة الأخيرة ومشينا بالمشروع. والحمد لله الحمد لله أخبركم خبرية كثير حلوة، إنه نحن بعد ما بلشنا المسرحية صرنا بانين 80% من البطاقات، وهيدا دليل ثقة من الناس ودليل محبة ومدعاة فضل لعنا، إن الناس ما ترى الأعمال الفنية اللي ما بتستخف بعقلها بنفس الوقت ما بتتعالى على عقلها، لأن احنا عنا نوعين من المسرح، يا مسرح تجاري مبتذل، يا مسرح نخطوي ممكن إنه يتعالى في بعض الأحيان على عقول الناس، ولكن مسرح يكون مرايه ناصع على المجتمع بينقل البيئه بامانه وبصدق، هذا عنا قليل، مرحبا بس قليل كثير. هذه المسرحيه فيها كثير من النضج، بهالثلاث سنين كبرنا 30 سنه كلنا بعتقد، فيها كثير من التجارب المره والحلوه، فيها عوده للماضي، فيها عوده للحاضر القريب، وفيها استشراق للمستقبل. فيها كل انواع المسرح بيونت وحده، فيها المسرح الكلاسيكي، فيها المسرح العبثي، فيها المسرح الكوميدي، فيها المسرح الساخر، فيها الموسيقى، فيها الرقص، فيها التوثيق من خلال الشاشات ورانا. هلا نحكي اكثر من خلال اسئلتكم، لانه نحن ما عندنا ديكور تراديشنال تقليدي بهذه المسرحيه، نحن عندنا شاشات ورانا، لانه تاريخ لبنان الحديث ما انكتب فعليا، كتبوا الاعلام على طريقته، وكل فئة كان عندها إعلامها وكان عندها منظورها الإعلامي، فكل واحد هو إنسانيته بيقطف من هالإعلامات وبيعمل تاريخه الخاص، لذلك رح نلاقي الباك جراوند هو التاريخ تبع هالشخصيتين هودي. ما رح أقتل كثير عناصر مفاجأة، كل بقدر لكم إياه إنه هذا العمل كثير أنا فخور ومبسوط فيه، خاصة مع صديقي وحبيب قلبي يلي تعززت صداقتنا بأصحاب ولا أعز، زربنا سوا شهر كنا عم نصور بكورونا بالبرنتانيا أوتيل، وهونيك طلعت فكرة إنه نعمل شيء مع بعض لحد ما إجي تخيل صحرا. هلا رح أحكيكم تفاصيل أكثر بس نفسح مجال الأسئلة، رح أوقف هون لأنه أنا ما عنديش فريمات، إذا بدكم يضل أحكي ما بخلص.